وجود سعر مختلف لعملة واحدة بين المناطق المحررة والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية زاد الطين بلة لعمال المهن البسيطة الذين يتكبدون خسائر فادحة في مراكز الصرافة عند التحويل لأهاليهم في المناطق غير المحررة. عندما نرسل نلاقي نحول حوالي من هنا عند مناطق الحوثة، ترى تصير مثلا نروح أول ب 150 تصل 70، ما على الفائدة من الحوالة. يعني أنا أشد المعاناة، ما تلاقيش حاجة. أنت تشقي تشقي تاكل هنا تشقي، وقت تحول بيت حل بالربع بالثم، ما في شيء من الحوالات. خلونا احنا بورطة وكل شيء، ما فيش حاجة كذا ترسل حاجة تصل زي ما هي. جهد يتبدد وعرق يذهب سدى عند الوصول لأقرب مركز صرافة، وهي حالة اثقلت كواهل عمال المهن البسيطة من أبناء المناطق غير المحررة في المناطق المحررة في ظل غياب حلول ناجعة يتكبدها هؤلاء العاملون. نعمل في البلاد المحررة وبلادنا لا محرر، تشتغل يوم طول يوم 10,000 ريال، تجلس تجمع لمدة شهر، تجمع 100,000 ترسل بها توصل 50,000 حق المعاملة، والباقي تسرح لها بقى منثورة. احنا بالفعل متأثرين بواقع الصرف كهناك مناطق يعني محررة، هنا الصرف يعني نروح نشتري 100 ريال السعودي ب 40,000 39,500 ريال، نرسل المناطق الغير محررة توصل عندهم ب 12,000 أو 13,000. هذا بالله هذا ما هوش باطل علينا، احنا يعني خلاص شغلنا قريح، ما بوش معانا شغل ولا معانا مشغلة غير ان احنا نجلس نهم العمل وما عمل نجمعه علشان فارق صرف ما فارق صرف. لا عاد مخارجة علينا طلبة الله، مش مخارجة معانا الشغل ولا مخارج معانا هذه المزمة. حرب اقتصادي طحنت المنتمين لهذه المناطق جراء الإجراءات الحوثية التي أرهقت وبددت جهد عمال تلك المناطق الذين يكابدون الساعات بحثا عن لقمة عيش بسيطة لأسرهم، وهو ما يحبط سكان تلك المناطق من قساوة هذه الإجراءات الظالمة. محي الدين الصبيحي، اليمن اليوم، لحج.